لو هنتكلم بقى بعد كده على الاستراكشر والفيزيكال بروبرتيز، اول حاجه الاستراكشر. فاكرين لما كنا بنتكلم في الهايبرديزيشن قلنا ايه في التهجين؟ قلنا لا، على حسب عدد الذرات المتصله بالكربون اقدر اجيب نوع التهجين. فانا كنت بقول لكم ان لو ذره الكربون متصل بيها ثلاث ذرات، ذره الكربون متصل بيها ثلاث ذرات، انا ما قلتش عدد الروابط، انا قلت عدد الذرات. كده كده ذرة الكربون لازم يتصل بيها اربع روابط، لكن على حسب عدد الذرات المتصلة بالكربون اقدر اجيب نوع التهجين. بما ان عدد الذرات المتصل بالكربون 3، اذا نوع التهجين اس بي 2. خلاص كده، يبقى التهجين في المجموعات اللي بتحتوي على الكربونيل جروب بيكون اس بي 2. طيب كده اتكلمنا عن الاستراكشر، وكمان في الاس بي 2 كنا قلنا ان اللاين، ان الانجل كانت 120 درجه، ان الزاويه ما بين كل رابطه والتانيه كانت 120 درجه. فكان مثلا الكربون متصل بالاكسجين وبقيه المركبات بالمنظر ده. خلاص، وطبعا هنا الـ بتاع البوند بتتحسب بعدد الـ الايه الهايبرديزيشن بالتهجين اللي حصل هنا. خلاص كده. طيب، وبيقول لك بعد كده ان بما ان الذرات كلها 120 درجه فكلها موجوده على البلين، كلها موجوده على البلين، مفيش حد فيهم خارج عن البلين ولا تحت البلين. فبيقول ذا بارت اوف مولكيول انتر ايميدياتلي سراوندنج، سراوندنج يعني محوط الكربون من كل مكان، يحيط بالكربون من كل مكان، وبيكون فلات. خلاص، يعني كلهم موجودين على البلان، لاين بلان يعني كلهم موجودين على الاكسس. خلاص. طيب بعد كده هنتكلم بقى عن مدى قوة الرابطة ما بين الكربون والاكسجين اللي هي الرابطة دي. قال لك الكربون ما بين الرابطة ما بين الكربون والاكسجين المفروض اللي هي دبل بوند، هنتكلم عن قوتها بالنسبة للدبل بوند اللي موجودة في الالكينات. فبيقول ان الرابطة اللي موجودة في الكربونيل جروب اقل اكثر من الرابطه اللي موجوده في الالكانات، واقوى. خلاص، واعلى في البولاريتي. اعلى في البولاريتي معناها ايه؟ معناها ان اصلا مين اعلى في الالكترونيجاتيفيتي، الكربون ولا الاكسجين؟ الاكسجين، فبيكون عليه بارشال نيجاتيف تشارج لانه بيلم الالكترونات ناحيته. اما الكربون بيكون عليها بارشال بوزيتيف تشارج لان هي الالكترونات مسحوبه منها. فبيعمل لي بولز، بيعمل لي قطبين، قطب موجب وقطب سالب. فبالتالي انا هيحصل ايه؟ عندي رابطه قصيره وقويه وبولر، تمام، عن الالكين. فبالتالي هيكون اعلى في البويلنج بوينت من الالكينات. وليكن نفترض ان انا عندي مركب له نفس عدد ذرات الكربون، تمام، بس واحد فيهم الدهايد مثلا او كيتون والتاني كان الكين. هعمل ايه؟ وليكن مثلا عندي الايثانال، ايثان يعني ذرتين كربون، وواحده فيهم بتقولي ال يبقى الدهايد وادا الايثانال. خلاص كده. وعندي سي دبل بوند سي اتش 2 اتش 2. خلاص كده، مين هيبقى اعلى في البويلنج بوينت، الالدهايد ولا الالكين؟ هيقول لك والله ده الالدهايد، ده الكين اللي هو الايثين، صح كده. هتقول والله ده الاعلى في البويلنج بوينت هو الايثانال او الالدهايد او اي حاجه بتحتوي على الكربونيل جروب، سواء كان كيتون او الدهايد في شغلنا النهارده. طب ايه السبب؟ هتقول والله ثلاث حاجات، ان هي قصيره شورتر سترونجر اند مور بولر، تمام. بعد كده بما بعد كده بيقول كانت ميك هيدروجين بوند بتوين ايتش اذر، عشان كده عندها low boiling point than comparable alcohol. دلوقتي هنعمل مقارنة ما بين الالدهايد والكيتون والالكحول في البويلنج بوينت. احنا عملنا المقارنة الاولى ما بين الالدهايد والكيتون والالكينات، الالدهايد او الكيتون والالكينات. دلوقتي هنعمل مقارنة ما بين الالدهايد والالكحول في البويلنج بوينت. الالكحول عبارة عن ايه؟ سي او اتش ومتصل بها ار من اليمين، كم ايا كان عدد الارات اللي موجوده او عدد الهيدروجينات اللي موجوده، مش كده؟ الاو اتش في الالكحول عندها لون بير من الالكترونز، تقدر تعمل بيهم تقدر تعمل بيهم هيدروجين بوند ما بين الكحول تاني وهكذا.
كل الكحول بيعمل ما بينه وما بين التاني حاجة اسمها هيدروجين بوند. الهيدروجين بوندز دي مش موجودة ما بين كل ذرات الالدهايد وبعضها او الكيتون وبعضها. فانا لو انا عندي سامبل مثلا 100 ملي الدهايد وسامبل تانية 100 ملي الكحول، وقال لك قارن هل ديت وديت هيكون عندهم نفس البولينج بوينت، هتقول له لا. طب ايه السبب؟ هتقول له والله ان الكحول يقدر يعمل روابط هيدروجينية ما بينه وما بين ذراته، ذرات كلها بتقدر تعمل ما بينها وما بين بعض روابط هيدروجينية، فعشان اتغلب على الروابط الهيدروجينية دي بحتاج طاقة اعلى، فبالتالي مور بويلنج بوينت زان الالدهايد او الكيتون. الكيتون والالدهايد مفيش ما بينه وما بين ذراته اي دبل بوندز اي هيدروجين بوندز، فبالتالي البويلنج بوينت بالنسبة للالكحول بتكون قليلة. بعد كده بيتكلم بيقول لك ان الار سي اتش او، وبالمناسبه لما تشوف كلمه ار سي اتش او يبقى الدهايد، لما تكون ار سي او ار او ار 2 سي او معناها كيتون. ادا السي دبل بوند او وادا الاتش، يبقى ده الدهايد، والسي او ار من اليمين وار من اليسار يبقى كيتون. شفتها بالطريقه دي او شفتها بالطريقه دي يبقى اللي انت عارف هما الاثنين مع بعض. بيقول ان الالدهايد او الكيتونز اللي بيكون فيها عدد ذرات كربون اقل من الخمسة بتدوب في المية. وهنا لازم تاخد بالك من حاجة وتقدر تستوعبها وتعمل وتقدر تفرق ما بينهم وبين بعض. ايه؟ بيقول لك امسح بس الحوسة دي. ان الالدهايد والكيتون اللي عدد ذرات كربون عندها من واحد الى خمسة تدوب في المية. طيب ايه السبب؟ لان هو مركب بولر مش كده، واحنا قلنا المركبات البولارية اللي فيها قطبين قطب موجب وقطب سالب تدوب في المية. طب ايه سبب ذوبانتها في المية يا شباب؟ السبب ان لو لقيت الدهايد محطوط ار سي دبل بوند او اتش محطوط في ميه، يعني كل اللي حواليه اتش او اتش، خلاص يعني كل اللي حواليه اتش او اتش، يبقى هو موجود فين دلوقتي؟ في الميه صح. قال لك في الوقت ده سواء كيتون او الدهايد يقدر يعمل روابط هيدروجينيه مع مين؟ مع الماء. خلي بالك روابط هيدروجينيه مع الماء وليس مع نفسه، علشان كده تمام بتلاقي الادا اتش او اتش هنا، هتلاقي دي متصله بدي، والاو دي متصله بالهيدروجينيه دي، والاو دي متصله بواحده تانية، وهكذا. اذا عند روابط هيدروجينيه فين؟ روابط هيدروجينيه ما بين الالدهايد وما بين الماء. ايه ده يا دكتوره انت مش بتقولي ما بيعملش روابط هيدروجينيه؟ اه خلي بالك انا بقول ما بيعملش روابط هيدروجينيه ما بين اتنين كيتون مع بعض او ما بين اتنين الدهايد مع بعض، لكن الدهايد مع ميه يعمل روابط هيدروجينيه، كيتون مع ميه يعمل روابط هيدروجينيه، وده السبب اللي بيخلي الالدهايد او الكيتون الاقل من خمس ذرات تدوب في المي. طب لو اعلى من خمس ذرات، اعلى من خمس ذرات بيكون المركب كبير كبير كبير، فما بيقدرش يدوب في المية بنفس النسبة بتاعت المركب الصغير، تمام. فبيقول لو هي اقل من خمس ذرات بتدوب في المية لانها تقدر تعمل انتراميلوكولار هيدروجين بونز بتوين، خلي بالك بتوين مين ومين؟ ووتر اند سوليوت. السوليوت اللي هو بالنسبة لك الالدهايد او الكيتون، فريلي سولوبل ان الاورجانيك سولفنت، وبتدوب بسهوله جدا في المركبات الاورجانيك لان هي اصلا مركبات اورجانيك. يبقى السولوبيليتي بتاعتها بتدوب في الماء لو عدد ذرات الكربون من واحد لخمسة بسبب تكوين الروابط الهيدروجينيه ما بين الكيتون او الالدهايد والميه، وبتدوب وبالنسبه للمركبات وبالنسبه للسولفنت الاورجانيك بتدوب فيها بسهوله جدا. خلصنا من الاستراكشر والفيزيكال بروبرتيز، هنتكلم عن التسميه. الايوباك نومن كالشور للالدهايد،